طبيعي جدا هذا، لأن الوطن العربي همه واحد وهدفه واحد وماضي واحد، فمستقبله أكيد واحد، ولازم يكون في هذا التجانس وهذا الانسجام وهذا الاشتراك بكل الأعمال. فأنا بتمنى أنه أي ممثل وأي فرد من أفراد الوطن العربي يشتغل بكل الوطن العربي، لأنه كل الوطن العربي وطنه وبلده وأهله، مثل ما كل الناس حبوا العمل السوري بدون تمييز أنه هو عمل سوري، ونحن حبينا العمل المصري والفلسطيني والأردني واللبناني وكل الأعمال والخليجية. فهذا له علاقة بالقلب، والقلب ما بيعرف وطن.